اهلا وسهلا مشاهدينا، مباشرة نطالع الملف الرياضي على الهواء مباشرة ونحلل ابرز الاخبار مع عوض العبيد. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور يا حمزة، وصباح النور يا حسام، ومرحب بالمشاهدين. ان شاء الله نستطيع ان نقدم ما يفيد. اهلا بك. نبدا من مباراة المريخ والفلاح عطبرة، هدفين والمريخ والصدارة. نعم، هو المريخ اقترب من الصدارة لانه الصدارة الان مسجلة باسم نادي الامل عطبرة ب 24 نقطة، المريخ وصل الى المركز الثاني ب 23 نقطة. الامل طبعا يتفوق على المريخ بمباراتين، المريخ ادى 10، الامل ادى 12 نقطة، ولكن لابد من الإشادة بفريق الامل عطبرة اللي بيقدم موسم متميز، بداية حقيقة مثالية مع المدرب كفاح صالح. شفنا اداء مختلف تماما عن السنوات الماضية، يمكن الان يعني الدورة الاولى يعني اكثر من 10 او 12 مباراة، الامل بيظهر بصورة مختلفة. المريخ عنده مباراتين، اذا حقق فيهم الفوز يمكن يتفوق على الامل عطبرة، لانه حاليا فريق نقطة. المريخ اذا جاب 6 نقاط بيكون متفوق على الامل عطبرة ب5 نقاط. الهلال ايضا عنده الفرصة انه للمنافسة، ولكن ده مؤشر ايجابي في انه يظهر فريق اخر خلاف هلال المريخ وينافس القمة على ترتيب الصدارة الدوري الممتاز. المريخ طبعا ادى مباراة امس خلينا نقول متوسط الاداء، الشوط الاول كان فيه الهدفين، الشوط الثاني انخفض الاداء، واضح انه فيه ارهاق للاعبين. المريخ ايضا في بعض غيابات لرمضان عجب، محمد الرشيد، لسماني الصاوي، لحمد ادم بيبو الظهير الايسر، اثرت على مردود الفريق. يمكن الطريقه ذات اللعب بها المدرب جمال ابو عنجه يعني باجماع الفنيين كانت الغرض منها انه المريخ يحقق المطلوب فقط باقل مجهود، وكان له ما اراد. المريخ ما عنده مباراه يوم الخميس المقبل امام الاهلي عطبره في عطبره. الاهلي عطبره الموسم ده ما ظهر بمستوى مميز، لكن تبقى دائما مباريات عطبره للقمه مباريات صعبه، سواء كانت امام الامل، سواء كان امام الاهلي، او حتى امام الفلاح. طبعا بدا بدايه جيده، ولكن واضح انه في تراجع في مستويات الفريق بصوره عامه، واضح انه في عدم استقرار فني واداري. نتمنى انه الامر يعالج في الفتره المقبله والفلاح يعود لمستوياته اللي ظهر بها في بدايه الموسم ان شاء الله. عوض العبيد، بالنسبه للمباراه بتاعت الهلال والمريخ، مباراه القمه اللي كان فيها كثير جدا من الاحداث، كان في انتظار لجنه المنظمه على انه اي قرار حتاخده. الان اللجنه المنظمه قالت انه الهلال ممكن نعتبره انه هو خسران 2-0 وحولت ملفه طوال لجنه الانضباط. نعم، هو طبعا كان متوقع هذا القرار انه لجنه المسابقات تعتبر المريخ فايز 2-0، والمريخ اصلا في المباراه كان فايز 2، هذا شيء طبيعي. واضح انه يعني لجنه المسابقات اعتمدت على تقرير المراقب المباراه وحكم المباراه، اللي اكد انه ما تسبب في توقف المباراه واحداث كان هو جمهور النادي الهلال، بالتالي الهلال مهزوم 2-0. حولت الامر الى لجنه الانضباط لتقرر في امر الملف الاحداث التي حدثت. شفنا اعتداء من الجماهير على الحكام، شفنا توقف المباراه لاكثر من يعني 15 دقيقه، بعد ذاك شفنا احداث يمكن كانت يعني الشرطه قامت يعني اطلقت الغاز المسيل للدموع حفاظا على ارواح اللاعبين، لانه واضح انه الجمهور كان على مقربه من السياج، وكان في حديث حول انه الجمهور حتى نفس جزء من الجمهور الهلال، طبعا لا نقول كل الجمهور لكن جزء من الجمهور الهلال حاول كسر السياج الملعب، وتم كان حيكون في حامل الملعب، الشرطه تدخلت ويعني اثرت سلامه اللاعبين والجماهير من مباراه كره القدم يعني. فشيء طبيعي انه الهلال انا في رايي انا اتوقع انه يتم عقوبات، تتم عقوبات على نادي الهلال باعتبار انه الجماهير هي من تسببت فيما حدث، ربما تكون هناك غرامه، ربما يحرم من الجماهير، ونحن دائما بندعو لانه الرياضه هي يعني وسيله وقيم واخلاق لابد ان نتحلى فيها بالاخلاق الرياضيه النبيله، ما ينبغي للجمهور ان يتصرف بهذه التصرفات لانه بتكون عندها نتائج كارثيه، يعني شفنا العنف الملاعب من حولنا بيتم، نحن نتمنى انه رياضتنا تحافظ على مثاليتها على اخلاقنا الرياضيه وما نحاول ننجرف لمثل هذه الامور التي تؤدي الى امور لا يحول عقباها. الى الهلال مواجهه الوادي نياله، من ثم المغادره للقاهره لمواجهه اهلي مصر. نعم، طبعا الهلال عنده مباراه اليوم مع الوادي النيالي في الدوري الممتاز، هي خلينا نقول ممكن تكون بروفه قبل المغادره الى القاهره لمواجهه صعبه جدا ومهمه وكبيره امام الاهلي المصري. الهلال طبعا شفناه قدم مستوى نكون واقعين يعني هو ما كان مرضي امام بلاتينيوم، باعتبار انه بلاتينيوم ظهر حتى بمستوى يعني خلينا نقول باهت في نهايه المباراه، كان فيها هجمات، ولكن واضح انه اضعف فريق في المجموعه هو كان بلاتينيوم الزيمبابوي. الهلال بتاريخه بخبرته كان
متوقع انه يظهر بصوره افضل. لكن لو رجعنا لمستوى الهلال في المباريات الماضيه بنلاقي ان مستوى الهلال صراحه ما كان مطمن اصلا، حتى في على مستوى الدوري في خسارات من الامل، من هلال كادوغلي، من المريخ، في تعادل امام اهلي عبره، يعني المستوى ما كان صراحه يشرف او ينبي بانه الهلال ممكن يقدم مباراه كبيره. طبعا مباراه الاهلي المصري مباراه صعبه جدا، لانه الاهلي المصري شفناه خسر امام النجم الساحلي في رادس بهدف، عنده غياب للطرف الشمال نبيل معلول اصيب، عنده متصل دفاع وطرد في المباراه، ولكن الاهلي المصري طبعا فريق كبير، هو اكثر الفرق حصولا على هذه البطوله، فاز بها 8 مرات. اكيد مباراته مع الهلال ستكون بالنسبه له مباراه مهمه جدا، لانه يحاول ان يعوض، لانه الخساره الان هو يحتاج الى طبعاً. المباراه طبعا صعبه جدا، ولكن نثق ان احنا ان شاء الله في لاعبي الهلال والجهاز الفني في انه يستطيعوا انه يعني يظهروا بصوره مشرفه تليق بمكانه الهلال في القاره الافريقيه ومكانه الكره السودانيه ان شاء الله. مباراه صعبه جدا، ولكن احنا واثقين في لاعبين الهلال والجهاز الفني ان شاء الله، ونتمنى انه يعودوا بنتيجه ايجابيه، لانه المجموعات دائما انت بتكون حريص انك يعني تفوز بكل مباراتك داخل، عندك ثلاث مباريات تحاول تكسبها تجيب 9 نقاط وتخرج من الخارج وعيد تجيب نقطه او نقطتين عشان تنافس، لانه المجموعه صعبه، النجم الساحلي والاهلي المصري. وطبعا بالحسابات يمكن المحللين بيفتكروا انه الاهلي المصري والنجم الساحلي هم الاقرب، لانه هم تاريخيا وهم حضورا في المحافل الدوليه اكثر من الهلال صراحه، ولكن نحن ان شاء الله برضه نقول ان الهلال قادر على ينافس من هذه المجموعه ان شاء الله. طيب نتكلم عن خساره الامل عطبره من حي العرب والسودان. نعم طبعا التنافس اشتد في الدوري الممتاز، الامل عطبره بيقدم مستويات زي ما ذكرنا في البدايه يا حسام انه مستويات مميزه، وزي ما قلنا يا حمزه انه الامل عطبره بيقدم موسم خلينا نقول استثنائي منذ البدايه، واضح انه يعني الامل عطبره في استقرار اداري، في استقرار فني مع المدرب كفاح صالح، في عدد مميز من المجموعه من اللاعبين المميزين جدا في الامل عطبره، لاعبين اصحاب خبرات بيقدم في مستوى مميز. خسارة الأمل عطبرة يمكن هي طبعا مباراة كانت في بورسودان، لذلك حي العرب كان بيدي بصورة مختلفة، دائما بيدي داخل أرضه مباريات جيدة، وهو الآن يتقدم في الترتيب أيضا، ترتيب المنافس الدوري الممتاز بجانب الأمل عطبرة. الهلال والمريض طبعا هم دائما بيكونوا هم الفريقين اللي بيكونوا يعني متقدمين على باقي الفرق في الدوري الممتاز، وأنا بفتكر أنه خسارته ما بقول طبيعية، ولكن بتوري انه في تنافس في منافسه، وانه حي العرب ايضا يحاول انه يجتهد من اجل انه يكون عنده موقع متميز في الدوري الممتاز. نتمنى انه المنافسه تشتد وتتواصل من بحيث انه يرتفع مستوى المنافسه ويرتفع مستوى الدوري السوداني بما يؤثر ايجابا على الرياضه السودانيه داخليا وفي محافل القاريه ان شاء الله. برشلونه العالمي وهدف ميسي اتلتيكو مدريد. نعم طبعا ميسي خلينا نقول هو انغز برشلونه من مطب اتلتيكو مدريد، هذا الفريق صعب جدا، دائما مباراه اتلتيكو مدريد وبرشلونه دائما ما تكون مثيره وفيها نديه واثاره كبيره. المباراه شفنا يعني اداء متميز للفرقتين، فرص ضائعه، نجم المباراه من برشلونه قبل ان يحرز ميسي الهدف كان هو الحارس كريستيان اللي انغز فريقه من اكثر من 4 أو 5 اهداف محققه، بالذات فرصتين اللي يعني كان شفنا موراتا بيضيع هدفين، يمكن بانقاذ يعني يمكن شفنا تريسيغن انغز هدفين بعجوبه من موراتا، ايضا الحارس غولباك حارس اتلتيكو مدريد ايضا انغز اكثر من فرصه من سواريز، من بيكي، من ميسي، ولكن في النهايه ميسي هو المنقذ، هو اللي حسم، وميسي دائما طبعا بيكون في الموعد، ودائما احنا بنقول حينما يكون ميسي موجود تكون برشلونه موجوده، وحينما لا يكون موجود تكون برشلونه موجوده. ميسي احرز الهدف 30 في مرمى اتلتيكو مدريد، ميسي اكد علو كعب برشلونه على اتلتيكو، واكد انه برشلونه لن يخسر امام اتلتيكو مدريد في وجود المدرب سيمويني، ديفيد سيمويني مدرب اتلتيكو مدريد. برشلونه طبعا تصدر الدوري الاسباني بفارق هدف واحد عن ريال مدريد، الان 14 مباراه لكل فريق، برشلونه 31 نقطه، ايضا ريال مدريد 1 نقطه، وتبقى مباراه الكلاسيكو يا حسام يوم 18 هي يعني بتحدد من هو البطل في الدوري الاسباني في الفتره الجايه، يعني على الاقل في المراحل المقبله يعني من الدوري الاسباني. طبعا البطل واضح يعني ما داري كلام. طيب نشوف عوده رونالدو من جديد بالنسبه للتسجيل. نعم طبعا بالامس رونالدو سجل هدف في الدوري الايطالي بعد فتره غياب، هو طبعا كان مصاب، كان في خلاف مع مدربه، رونالدو شفناه غاب الفتره الماضيه، يمكن ما ظهر بالصوره المطلوبه يا حسام، وده بيوري انه قد يكون رونالدو اخطا في انه يعني يغادر الدوري الاسباني كما اخطا من قبله نيمار.
نعم بالضبط كده. فالان انا في رايي رونالدو يبحث عن موطئ قدم اليوم من جديد في يعني حتى الان اليوم يمكن في حديث حول الكره الذهبيه للموسم 2011، الحديث كله ينصب حول ميسي باعتبار انه رونالدو غادر ريال مدريد وفقد التنافس والنديه الكبيره بينه وبين ميسي، وشفناه غاب في كثير من المحافل يعني بخلاف ميسي اللي كل يوم بيتوهج من مباراه لمباراه. كده بكون وصلنا لابرز الاحداث الموجوده معنا عالميا ومحليا. سعدنا بك جدا عوض العبيد، وشكرا جزيلا، نلتقي ان شاء الله في مواعيد قادمه ومزيد من الاخبار والاحداث ان شاء الله. شكرا قدر حسام على الرفقه الطيبه، كمان تحايا فريق العمل اللي قدم المجهود الكبير ده والعظيم من خلال صباح الاثنين صباح الشروق. شكرا حمزه، بكره فريق عمل جديد وصباح جديد من صباحات الشروق دائما وابدا. شكرا، مع السلامه.